أسعدتم أوقاتنا أينما كنتم. هذه ساعة إخبارية كالمعتاد تأتي حضراتكم لتسليط الضوء على جديد وآخر التطورات والمستجدات، لكن كما رصدها مراسلون حول العالم. نرحب ببعض زملائنا الذين سيكونون معنا في هذه الجولة. بشير جبر سيكون معنا من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، ستكون معنا كذلك دانا أبو شمسية من القدس المحتلة، كما سيكون معنا ياسر نور الدين من نيويورك، ولاء السلامين ستكون معنا من رام الله، وغيف مناف سيكون معنا من أوديسا جنوبي أوكرانيا، على أن ينضم إلينا على مدار هذه الساعة زملاء آخرون. البداية وكالمعتاد من التصعيد والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إذ أعلنت وزارة الصحة هناك ارتكاب جيش الاحتلال 5 مجازر ضد العائلات في القطاع، راح ضحيتها ما يزيد على 43 شهيدا ونحو 64 مصابا خلال الساعات 24 الماضية. وفي بيانها أكدت السلطات الصحية في القطاع ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 34,305 شهداء وأكثر من 77,000 مصاب منذ أن شنت إسرائيل عدوانها على القطاع في 7 أكتوبر، مشيرة إلى أن عددا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف ولا الدفاع المدني الوصول إليهم بسبب ممارسات وتضييقات جيش الاحتلال. من رفح جنوبي قطاع غزة سيكون معنا بشير جبر مراسلنا على الهواء مباشرة. بشير، ماذا في حصيلة محدثة للعدوان على مناطق مختلفة من قطاع غزة، وصولا حتى لاستهدافات بطائرات حربية لأحد مخيمات مدينة رفح، حيث أنت أجمل لنا المشهد على مستوى عداد الشهداء والمصابين؟ تحية لكم. يعني بالفعل أعداد الشهداء هي في ارتفاع مستمر نتيجة هذا العدوان الإسرائيلي المتصاعد على قطاع غزة. المدفعية الإسرائيلية وقذائفها لم تتوقف عن انطلاق باتجاه المناطق الشرقية لمخيم البريج، وكذلك الأطراف الشمالية لمخيم النصيرات وبلدة المغراقة والزهراء، حيث تنهال تلك القذائف بشكل عشوائي باتجاه منازل المواطنين وممتلكاتهم بشكل مستمر منذ ساعات الصباح وحتى هذه اللحظة. سبق ذلك غارات استهدفت مخيم البريج وبالتحديد منازل في هذا المخيم، مما أدى إلى وقوع دمار واسع في الأماكن المستهدفة وسقوط عدد من الشهداء. وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح بالمحافظة الوسطى لتلقي العلاج. أيضا مخيم النصيرات شهد عدد من الغارات الإسرائيلية المكثفة باتجاه هذا المخيم. ونحن نتحدث عن المخيمات الفلسطينية، نود التنويه بأن هذه المخيمات هي مخيمات ذو بنية ضعيفة، مبانيها وشوارعها ضيقة، وبالتالي أي استهداف بهذه الكثافة سيؤدي بالتأكيد إلى وقوع مجازر بحق الفلسطينيين ودمار واسع في الأماكن المستهدفة. أيضا مدينة دير البلح في المحافظة الوسطى لا زالت تشهد هي الأخرى قصفا على الأطراف الشرقية، منها من المدفعية الإسرائيلية، فيما غارت الطائرات الحربية الإسرائيلية على عدد من المنازل والمساجد في هذه المدينة، مما أدى إلى وقوع يعني عدد من الجرحى وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى لتلقي العلاج. أيضا المناطق الشرقية لمدينة خان يونس في أقصى جنوب قطاع غزة، هذه المنطقة وتحديدا حي العمور، استهدفت المدفعية الإسرائيلية عدد من المنازل مما أدى لارتقاء 3 شهداء وإصابة العشرات بجراح متفاوتة الخطورة، نقلوا إلى مستشفى غزة الأوروبي في المدينة لتلقي العلاج. هنا في مدينة رفح كانت الليلة صعبة على الفلسطينيين، حيث لم تتوقف الغارات على هذه المدينة. هذه الغارات شملت مخيم يبنى واستهدفت منزلا في هذا المخيم، أدى لارتقاء شهيد وعدد من الجرحى. أيضا شهدت هذه المدينة قصفا في محيط هذا المستشفى، وأدى ذلك إلى استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة العشرات بجراح متفاوتة الخطورة. كما استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلا لعائلة أبو عرار في منطقة المصبح في المنطقة الشمالية لمدينة رفح، وكذلك عدد من الغارات التي طالت عدة مناطق في الشرق وفي منطقة تل السلطان في الغرب، وكذلك في المنطقة الحدودية ما بين مصر وقطاع غزة. هذه الغارات المكثفة والعنيفة دمرت تلك الأراضي الزراعية. هذا ما يتعلق بالوضع الميداني على صعيد تكثيف الاحتلال لعدوانه. أما بالنسبة لأوضاع النازحين فباتت هذه الأوضاع هي سيئة للغاية، خصوصا مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وحرمانهم من أدنى مقومات الحياة
الإنسانية هنا، وكذلك في ظل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة والتي أدت بالفعل إلى وفاة أحد الأطفال في داخل خيام النزوح في شمال قطاع في غرب مدينة رفح. هذه والطفلة توفيت نتيجة الحر الشديد والعطش الشديد، وبالتالي هذه المقومات مقومات الحياة الإنسانية هنا صعبة للغاية، ولا يستطيع المواطنون الفلسطينيون تحملها لولا استمرار تدفق الشاحنات المصرية التي تأتي محملة باحتياجات الفلسطينيين وتخفف من هذه المعاناة لدى الفلسطينيين النازحين في قطاع غزة. بشير، يعني شريك معك في هذا الاتصال صوت الزنانة أو المسيرة الإسرائيلية التي يبدو أنها لا تزال تحلق فوق ارتفاعات ليست كبيرة للغاية في رفح، وأصواتها متداخلة في حديثك للغاية. كيف يعيش سكان رفح أيامهم وساعاتهم في ظل هذه الظروف الضاغطة للغاية وفي ظل الأنباء المتواترة عن الإصرار الإسرائيلي على عملية عسكرية في مدينة رفح جنوبي القطاع حيث؟ بالفعل أحمد، هذه الزنانة كما يسميها الفلسطينيون هنا نظرا لصوتها المرتفع هي لا تفارق أجواء قطاع غزة منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي، وقبل ذلك هي لا تفارق أجواء قطاع غزة، ولكن تكثف تواجدها في الأجواء في أجواء مدينة رفح تحديدا يؤدي ذلك إلى نذير شؤم لدى الفلسطينيين هنا في مدينة رفح، خصوصا أن التهديدات الإسرائيلية في تصاعد مستمر حول عملية عسكرية برية واسعة النطاق ضد هذه المدينة، والتحركات الإسرائيلية على الحدود الشرقية لمدينة رفح، كل هذه التحركات والطائرات التي لا تفارق أجواء قطاع غزة هي تدل بدليل القطع بأن الاحتلال الإسرائيلي ينوي تنفيذ تهديداته تجاه هذه المدينة، وإذا ما أقدم الاحتلال على هذا التهديد وتنفيذه ضد رفح فإنه سيؤدي بالتأكيد إلى ارتكاب مجازر إبادة بحق الفلسطينيين، خصوصا أن رفح باتت مكتظة بما يزيد عن 1.5 مليون نازح لا يجدون لهم مأوى آخر في ظل هذا العدوان الإسرائيلي المتصاعد على القطاع، رغم أن القليل من هؤلاء النازحين بدأوا بعملية نزوح عكسي باتجاه مدينة خان يونس والمناطق الوسطى، لكن العدوان الإسرائيلي لم يترك مكانا آمنا في قطاع غزة إلا واستهدفته طائرات الاحتلال الإسرائيلي أو زوارقه التي تجوب قبالة شواطئ قطاع غزة، وكذلك المدفعية التي تطلق قذائفها باستمرار باتجاه المناطق الشرقية لقطاع غزة. بشير، يعني صوت هذه الزنانة يضايقنا بل يقبض القلب أصلا ونحن على بعد آلاف الأميال، وأنت تشير إلى أنها نذير شؤم، هي تبدو كذلك حتى من واقع صوتها وما عسى أن تخلفه. أخيرا بشير، الواقع الإنساني والمعيشي كيف يستقبل أهالي رفح وأهالي قطاع غزة إذا كانت المعلومات متاحة الحد الأدنى اللازم للعيش، لأن هناك خطرا حقيقيا للمجاعة، وربما حتى ملمح من بين هذه الملامح أحد الصبية يقوم ببيع السجائر بالواحدة من ورائك؟ صحيح أن المسألة فيها جانب رفاهي في هذه الزاوية، لكنها تشكل انعكاسا للوضع الإنساني والمعيشي في قطاع غزة في عموم. الأوضاع الإنسانية سيئة للغاية في قطاع غزة، الفلسطينيون وبنسبة 100% باتوا يعتمدون على المساعدات التي تأتي عبر جمهورية مصر العربية إلى قطاع غزة لتأمين كل احتياجاتهم من مياه، من طعام، من دواء، من وقود لازم لتشغيل هذه المستشفيات ومولداتها لمدها بالكهرباء. الاعتماد الرئيسي على شريان الحياة الذي يدخل من جمهورية مصر العربية إلى قطاع غزة وخصوصا المناطق الجنوبية لتأمين الحياة. بالأمس إسرائيل منعت هذه الشاحنات من مواصلة دخولها باتجاه شمال قطاع غزة، وهو ما ينذر أيضا بأوضاع يعني غاية في المأساوية في المناطق الشمالية، وهناك أكثر من 30 فلسطينيا ماتوا جراء سوء التغذية والجوع في شمال قطاع غزة. لعلك أشرت إلى هؤلاء الأطفال الذين يبيعون السجائر في خلفيتي، هم يبيعونها بالواحدة نظرا لارتفاع تكلفة هذه السجارة الواحدة في قطاع غزة، هي تضاهي تقريبا 10 دولارات للسيجارة الواحدة، وهذه الأرداد والأموال المرتفعة لا زالت أيضا تشكل ضاغطا ضد الفلسطينيين الذين بالكاد يستطيعون تأمين أدنى مقومات الحياة في قطاع غزة. بشير جبر مراسلنا على الهواء مباشرة من مدينة رفح جنوبي القطاع، شكرا جزيلا لك، سيكون لنا عودة معك بطبيعة الحال خلال الساعات المقبلة، شكرا جزيلا لك.
أشار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى أنه لن يكون هناك أمن من دون السيطرة بشكل كامل وفق تعبيره على قطاع غزة. تصريحات سموتريتش أتت استمرارا لتصريحات متطرفة للغاية لطالما حرض خلالها على تهجير سكان غزة وإعادة احتلال القطاع وبناء مستوطنات فيه. يواصل المستوطنون الإسرائيليون اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك بالتزامن مع ما يعرف بعيد الفصح، إذ أفادت مراسلتنا بإغلاق باب المغاربة بعد اقتحام ما يزيد على 1128 متطرفا يهوديا للمسجد الأقصى. واقتحم المستوطنون المتطرفون المسجد بالتزامن مع ثالث أيام ما يعرف بعيد الفصح، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته مع إجراءات عسكرية مشددة في القدس أعاقت حركة المصلين. كانت ما تعرف بجماعات الهيكل قد دعت إلى تكثيف الاقتحامات خلال أيام عيد الفصح وتقديم القرابين في المسجد الأقصى مقابل منح مالية. نحن بالطبع سنسلط الضوء على هذه التفاصيل، لكن من قبلها سنتوقف مع مراسلتنا دانا أبو شمسية التي تنضم إلينا على الهواء مباشرة. دانا، مع الأنباء العاجلة التي كنت قد نقلتها إلينا قبل ساعة تقريبا من الآن حول اجتماع كابينة الحرب لمناقشة إما تطورات مرتبطة ببعض التفاصيل الخاصة بصفقة لتبادل المحتجزين أو النظر فيما يعرف بعملية عسكرية إسرائيلية مرتقبة لرفح جنوبي القطاع. بالفعل أحمد، كابينيت الحرب والكابينيت المعني بإدارة الشؤون السياسية والأمنية في هذه اللحظات يجتمعان لمباحثة الخطط العسكرية والموافقة على الخطط العسكرية التي كان قد تقدم فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى المنظومة السياسية للعملية العسكرية في رفح. كذلك الحال، هذه المرة الأولى التي سيناقش فيها كابينيت الحرب موضوع الصفقة من الجانب الإسرائيلي، أي أن هذه المرة سيقدم الوفد المفاوض مقترح إسرائيلي يقدم فيما بعد إلى الوساطة المصرية والقطرية وبالاطلاع من الإدارة الأمريكية فيما يخص صفقة تبادل جديدة، وخاصة أن بنيامين نتنياهو كل الصلاحيات التي كان قد أعطاها للوفد المفاوض كانت فقط استماعية، أي أن الوفد المفاوض يستمع لمقترحات الوسطاء ومن ثم يكون هنالك رد من حركة حماس وتعقيب عليها ورد إسرائيلي من الجانب السياسي الإسرائيلي. هذه المرة بسبب الضغوط التي تفرضها وتبنيها الإدارة الأمريكية والوساطة المصرية والقطرية وبسبب ضغوط عوائل المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية في الشارع الإسرائيلي، ولا سيما الفيديو الأخير الذي نشر لمحتجز إسرائيلي في داخل القطاع، كان هنالك تحرك واسع واحتجاجات ضغطت على المستوى السياسي ليكون هذه المرة مقترح إسرائيلي أو رؤية إسرائيلية فيما يخص هذه الصفقة، صفقة التبادل. بعد التسريبات من قبل وسائل الإعلام الإسرائيلية تقول وسط تلويح قطر بانسحابها من هذه المفاوضات أو بعدم المضي قدم فيها، لربما تعول أكثر على الجانب المصري فيما يتعلق في صفقة التبادل بأن يكون هو حلقة الوصل مع حركات المقاومة في قطاع غزة للوصول إلى صفقة التبادل. وكذلك التقديرات العسكرية الإسرائيلية تقول أن هذه المرة يعني بدء إسرائيل في هذا المقترح الإسرائيلي لربما الموافقة عليه أو حتى وضع إطار تفاهمي له قد يؤجل العملية العسكرية البرية في رفح، وخاصة بعد تصريحات الناطق بلسان الحكومة الإسرائيلية الذي قال بأننا سنمضي قدما في القضاء على حركة حماس في رفح، وهذا مؤشر ودلالة على أن العملية العسكرية لربما باتت وشيكة في رفح. كذلك الحال ما أظهرت في صور الأقمار الصناعية في بعض وسائل إعلام أمريكية توضح وجود خيام أي مراكز إيواء باللون الأبيض بالقرب من رفح وبالقرب من خان يونس. كذلك الحال كل التصريحات سواء من المستوى السياسي أو المستوى العسكري كلها تؤشر وتدلل على أن هنالك تخطيط وخطة عملية على أرض الواقع للتحرك العسكري في رفح. كذلك الحال بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بوضع لواءين احتياط تابعين للفرقة 99 الذي تم تدريبهم في الأسابيع القليلة الماضية في الحدود الشمالية وتم نقلهم إلى رفح للعمل في مفرق متسريم والخط الأمريكي، ومن ثم نقل لواء الناحة الذي كان يعمل في مفرق متسريم لضمان عدم وجود أو تحرك النازحين من جنوب القطاع إلى شماله، تم إزالة هذا اللواء لوضعه في العمليات في رفح. هنالك العديد من هذه التصريحات ولربما اللغط في وسائل الإعلام الإسرائيلية، هنالك من يرى بأن هذه العملية العسكرية باتت وشيكة وخاصة مع كل هذه الدلائل التي ذكرناها الآن، وبأنها لربما تحتاج من أسبوعين إلى شهر ونصف في أقصى تقدير
إلى 6 أسابيع، ومن ثم يتم الحديث عن صفقة تبادل. وهنالك رأي إسرائيلي آخر يقول بأن الموافقة أو وضع إطار تفاهم لصفقة التبادل يؤجل العملية العسكرية في رفح، وخاصة بأن هنالك ضغوط كما ذكرنا من الجانب المصري، وخاصة أن فيها مساس لسيادة الأراضي المصرية عند الحدود مع رفح وما إلى ذلك. أحمد، دانا، كان هناك خبر مرتبط بطريقة التعامل الإسرائيلي المعتادة والمتكررة حماية للمستوطنين الذين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك تزامنا مع ما يعرف بعيد الفصح اليهودي في ثالث أيامه. كيف كانت الصورة في هذا اليوم؟ بعد قليل ستغلق أبواب المسجد الأقصى أمام المستوطنين المقتحمين للفترة المسائية التي بدأت في تمام الساعة 1:30 في توقيت القدس المحتلة، أي قبل ساعة من الآن تقريبا. وبهذا ترتفع أعداد المقتحمين أو يرتفع عدد المقتحمين لباحات المسجد الأقصى. في الفترة الصباحية تحدثنا عن 1128، الآن حسب تقديرات دائرة الأوقاف الإسلامية وفي المجموعة الأولى كان قد اقتحم 325 مستوطن باحات المسجد الأقصى بحراسة شرطية مشددة من جهة باب المغاربة، يتلقون شروحات عن ما يسمى بالهيكل المزعوم، ومن ثم يقومون بتأدية رقصات استفزازية وصلوات تلمودية، ويخرجون من تبدأ هذه المسار من باب المغاربة وصولا إلى الشطر الشرقي من المسجد الأقصى وخروجا من باب السلسلة. اليوم أحمد سيكون هنالك تطور لافت، ولربما هذا ينعكس على حياتنا نحن كفلسطينيين في مدينة القدس، وخاصة ببيان شرطة الاحتلال الذي أكد بأنه سينشر آلاف من الوحدات الشرطية لتأمين صلاة ما تسمى بركة الكهنة التي ستتم في مساء هذا اليوم في الحائط، حائط البراق، وهو الحائط الغربي للمسجد الأقصى والذي يعتبر داخل أسوار المسجد الأقصى بمساحة البالغة 144 دونم. هذه الصلاة ستكون حسب التقديرات الإسرائيلية بمشاركة 50,000 مستوطن. في المقابل تأمين وصول هذه المسيرة أو هذه الصلاة وتأمين دخول المستوطنين إلى المسجد الأقصى ترافق معها إغلاقات حصار وتضييقات وعراقيل على الجانب الفلسطيني. منع خاصة فئة الشباب من الدخول إلى المسجد الأقصى، ومن كان متواجد في باحات المسجد الأقصى كان قد أجبرتهم قوات الاحتلال إلى الدخول إلى المساجد المسقوفة خوفا من أي تصادم مع المستوطنين المقيمين الذين يقومون في هذا المسار. يوم الجمعة والسبت ستتوقف هذه الاقتحامات، وستعاود جماعات الهيكل المزعوم اقتحاماتها في يوم الأحد والاثنين، وهما آخر أيام عيد الفصح أو ما يسمى البيسح باللغة العبرية. شكرا جزيلا لك دانا أبو شمسية، كنت معنا على الهواء مباشرة من القدس المحتلة، أشكرك شكرا جزيلا. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة برك سليمان السياحية جنوبي بيت لحم، وقامت قوة من جيش الاحتلال باقتحام المنطقة السياحية والتمركز في محيطها. ولاء السلامين مراسلاتنا تنضم إلينا من رام الله على الهواء مباشرة لإطلاعنا على مزيد من محاولات التصعيد الإسرائيلية المتتالية، ولا شيء يختلف فيها ربما أكثر من المنطقة الجغرافية المستهدفة في كل مرة. ولاء، نعم، أهلا بك أحمد وبكافة السادة المشاهدين. كما ذكرت، برك سليمان هي كانت في مهب الاقتحامات الإسرائيلية لدى المستوطنين وأيضا جنود الاحتلال. أيضا منطقة سباستيا وهي المنطقة الأثرية في مدينة نابلس تم اقتحامها من قبل رعاة المستوطنين وأيضا جنود الاحتلال التي أمنت الاقتحامات المتتالية لهذه المنطقة الأثرية. أيضا لمدينة الخليل، منع المواطنين من التجول في مدينة الخليل بالبلدة القديمة والتوجه إلى الحرم الإبراهيمي، وأمنت هذه الاقتحامات فقط للمستوطنين، وأغلق المسجد الحرم الإبراهيمي في وجه المصلين الفلسطينيين بحجة الأعياد اليهودية. إذن هذه الاقتحامات التي تحدثت عنها هي بحجة الأعياد اليهودية وانتشار المستوطنين في هذه المناطق وتأمين اقتحامات المستوطنين لهذه المناطق. بالنظر لهذه المناطق التي تم اقتحامها وهي بحجة الأعياد اليهودية، هناك أيضا منظر آخر لجنود الاحتلال الذي اقتحمت البلدات والقرى الفلسطينية، وكان هناك مزيد من الاعتقالات للفلسطينيين. نتحدث عن مدينة رام الله والبيرة، كان هناك اقتحام لحي الطيرة وأيضا إبلاغ عائلة أيسر البرغوثي بإخطار لهدم منزله وهي التي تعتقله قوات الاحتلال وتدعي أنها
قام أيسر البرغوثي بعملية من العمليات المقامة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، وكان قد توجه هذا الإخطار لأهالي أيسر البرغوثي لهدم منزله في حي الطيرة. أيضا في حي الطيرة كان هناك اندلاع مواجهات ما بين المواطنين الفلسطينيين وقوات الاحتلال. ارتقى شهيد في مدينة رام الله والبيرة، وهو من بلدة من مدينة جنين، سيوارة أثر في هذه المدينة، سينقل من مجمع فلسطين الطبي باتجاه مدينة جنين لسيوارة أثر عند ذويه وعائلته في هذه المدينة، وهو طفل لم يتجاوز عمره 20 عاما. أيضا نتحدث عن مزيد من الاقتحامات، كان هناك عدد من الاقتحامات لجنود الاحتلال في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، ونتج عن هذه الاقتحامات أسفرت عن اعتقال 12 مواطنا، لتعلن هيئة الأسرى والمحررين عن اعتقال 8000، ونتحدث عن 455 فلسطيني على الأقل من الضفة الغربية جرى اعتقالهم منذ 7 أكتوبر. أما شهداء الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر، نتحدث بارتقاء الطفل الذي تحدثت عنه في مدينة رام الله والبيرة، نتحدث عن 489 فلسطيني ارتقى إما برصاص جنود الاحتلال أو المستوطنين. أيضا قامت قوات الاحتلال بإغلاق مدخلي بلدة المغير من الاتجاهين وإغلاق المداخل الرئيسية لهذه البلدة والاستيلاء على مركبة للفلسطينيين. أيضا هناك كثير من الإصابات التي كانت متوغلة من قبل جنود الاحتلال في مدينة نابلس وبالتحديد في منطقة بيت فوريك، كان هناك إصابة لشاب فلسطيني واعتقال آخر واقتحامات لبيت دجن. هذه كل هذه الأوضاع المتصاعدة في الضفة الغربية تؤجج الأوضاع بالتوازي في قطاع غزة، وأيضا إتباحات للمساجد سواء المسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي بحجة الأعياد اليهودية. ولا السلامين مراسلتنا على الهواء مباشرة، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من رام الله. غير بعيدا عن التصعيد الجاري في الأراضي الفلسطينية وتحديدا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، أعلنت جامعة جنوب كاليفورنيا إغلاق الحرم الجامعي الرئيسي للجامعة بسبب الاحتجاجات المستمرة المؤيدة للحق الفلسطيني. يأتي هذا بالتزامن مع تأكيد وسائل إعلام أمريكية أن شرطة لوس أنجلوس اعتقلت ما يزيد على 150 طالبا في جامعة جنوب كاليفورنيا. وقد أكدت شرطة لوس أنجلوس أن عناصرها باتت موجودة بناء على طلب من إدارة الجامعة. من نيويورك ياسر نور الدين يقدم لنا قراءة حول التصعيد المستمر في الجامعات الأمريكية والذي قد يكون مفاجئا في توقيته، لكن المفاجأة الأكبر ياسر على ما يبدو في الزخم الكبير الذي بات مصاحبا لهذه الاحتجاجات التي بدأت في جامعة كولومبيا على هذا المستوى الكبير. ياسر تحياتي لك أحمد وللسادة المشاهدين. بالفعل أحمد، كرة الثلج تكبر شيئا فشيئا، بل كرة النار تخرج من جامعة لتذهب إلى جامعة أخرى. بدأت في جامعة كولومبيا والتي أرجأت إغلاق الخيام إلى يوم الجمعة القادمة رغبة من إدارة الجامعة في تهدئة الأمور. بالأمس حوالي 100 من المتظاهرين تم اعتقالهم من قبل الشرطة، والتي لم تدخل الحرم الجامعي إلا بعد أن سمحت لهم إدارة الجامعة، بعد أن تحدث إريك آدم بأن شرطة ولاية نيويورك أحمد لن تدخل إلى الحرم الجامعي لأي جامعة إلا بعد أن تقدم إدارة هذه الجامعة السماح لهم بالدخول. كانت مناظر بشعة في استخدام الشرطة بشكل غير لائق للطلاب. كان أيضا هناك بعض الاعتقالات في جامعة نيويورك على نفس الجانب. أيضا في كونتيكت كان هناك بعض الاعتقالات في جامعة ييل. امتدت التظاهرات أيضا في جامعة في مينيسوتا وكذلك في تكساس. أيضا كما تفضلت أحمد في ولاية وجامعة جنوب كاليفورنيا. في تكساس كان حاكم تكساس أيضا جريك إيبوت تحدث بأن قوات الشرطة سوف تقوم بالاعتقال للطلاب حتى إنهاء هذه التظاهرات. أما بالعودة إلى نيويورك مرة أخرى،
كان هناك يعني لقاء لرئيس مجلس النواب مايك جونسون، والذي تحدث إلى الطلاب وقال بأنه قد أتى للطلاب اليهود، وهذه تعتبر نوعا ما عنصرية في التفرقة ما بين الطلاب، وأيضا استخدم لغة تهديد للطلاب بأنه سوف يقوم باستخدام الحرس الوطني في فض هذه التظاهرة. كذلك تحدث الرجل بأنه أيضا وألمح بل تحدث صراحة بأنه قد يقوم بعدم إعطاء الأموال لهذه الجامعات ومنها كولومبيا على سبيل المثال التي بها تظاهرات، الأموال التي تقدمها الدولة لهذه الجامعات، كما تحدث بلغة قاسية للغاية، وطالب رئيسة الجامعة أيضا مينوج أو نعمة شفيق بالاستقالة مداراة لخيبة الإدارة الأمريكية في وقف الحرب في غزة. أما البيت الأبيض من جانبه أحمد فقد تحدث بأنه الرئيس جو بايدن يعني مع حرية الرأي وحرية التعبير في الجامعات، وجاء ذلك عن على لسان كارين جان بيير المتحدثة باسم البيت الأبيض. على أي حال ما زالت التظاهرات متواجدة، وما زال أيضا المدارس الثانوية مثل مدرسة جاكسون ريد في واشنطن أيضا رفعت قضية لحرية التظاهر وحرية التعبير عن الرأي. ياسر نور الدين مراسلنا على الهواء مباشرة من نيويورك، أشكرك شكرا جزيلا. نتحول الآن لنتابع أيضا جانبا من الهزات الارتدادية إذا جاز التعبير للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. في الجبهة المقابلة، الجبهة الشمالية لإسرائيل الجنوبية للبنان، استهدف حزب الله أحد مواقع جيش الاحتلال في منطقة راميم قرب الحدود مع لبنان بصواريخ مضادة للدروع. في الأثناء شن طيران الاحتلال غارة على أطراف علم الشعب جنوبي لبنان، فيما أفادت مصادر بأن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف أطراف البلدة بعدة صواريخ. نتابع هذا العاجل بداءة كما يعرض له الزملاء الآن. الصحة الفلسطينية في قطاع غزة تحذر من قرب توقف مولدات الكهرباء في مستشفيات غزة نتيجة عدم توافر الوقود اللازم لتشغيلها، أخذا في الاعتبار القيود الكبيرة التي تفرضها قوات الاحتلال على أرض الواقع من وصول إمدادات الغاز والوقود بشكل عام الداخل إلى قطاع غزة من خلال معبري رفح وكرم أبو سالم، حيث عمدت قوات الاحتلال. كما كان بشير جبري يطلعنا قبل لحظات أن ربما الجزء الأكبر مما يعيش به الفلسطينيون بالحد الأدنى هو من جانب المساعدات التي تدخل من خلال معبر رفح، لكن الأزمة الأكبر تبدأ من حيث ترفض قوات الاحتلال بحكم الأمر الواقع دخول هذه المساعدات إلى مناطق الشمال. مناشدة إذن للمؤسسات الأممية والإنسانية لسرعة التدخل لتوفير الوقود والسماح بإدخاله إلى مستشفيات قطاع غزة التي هي تعاني بالأساس على وقع استهدافها المباشر من جانب قوات الاحتلال. نعود من جديد إلى التصعيد على الجبهة الشمالية الإسرائيلية على الحدود مع لبنان. أحمد سنجاب مراسلنا ينضم إلينا الآن على الهواء مباشرة من بيروت. أحمد، كيف تبدو الصورة في يوم جديد من أيام التصعيد وهو الآخر في الصعود والهبوط وتيرة في رد حزب الله على الاعتداءات الإسرائيلية؟ نعم، تحياتي لك في البداية. كما تقول بالفعل هي موجات من الصعود والهبوط في الجبهة الجنوبية اللبنانية، فرغم التوتر والتصعيد غير المسبوق خلال اليومين الماضيين إلا أن الجبهة اليوم هي أهدأ من الأيام أو من يومين سابقين. تحديدا كانت هناك عدة غارات جوية إسرائيلية استهدفت عدة بلدات مثل علم الشعب وأيضا الظهيرة وطير حرفة في الجنوب اللبناني، فيما لم يعلن حزب الله عن تنفيذ أي عمليات من الجنوب حتى الآن. كانت هناك العديد وذلك بعد 5 عمليات نفذها من الجنوب اللبناني على مدار الساعات الماضية كرد على العدوان الإسرائيلي على البلدات الإسرائيلية على البلدات اللبنانية الجنوبية، وتحديدا العدوان على بلدة حنين حيث استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي بمسيرة منزلا أدى إلى سقوط شهيدين من المدنيين وإصابة 6 آخرين. كما كانت هناك أيضا عملية اغتيال عبر مسيرة إسرائيلية لأحد قيادات الحزب في بلدة عدلون في الواقعة بين نطاق مدينة صيدا ونطاق مدينة صور في الجنوب اللبناني، وبالتالي ربما هناك هدوء حذر في الجبهة الجنوبية وخصوصا في القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني، ولكن هذا الحذر ينذر بالتحضير لعمليات كبرى، وخصوصا أن العمليات التي نفذت على مدار
الأيام الثلاث الماضية هي الأكبر منذ بداية التصعيد في الجنوب اللبناني في الثامن من شهر أكتوبر الماضي، حيث وصلت صواريخ ومسيرات حزب الله إلى مدى لم تكن تصل من قبل، وصلت إلى شمال مدينة عكا، وصلت أيضا إلى مستعمرة مرج اليوت التي تم استهدافها بعشرات الصواريخ من طراز كاتيوشا، وصلت أيضا لعدد من المستعمرات الأخرى منها شميرة التي تم استهدافها بالأمس بعشرات الصواريخ أيضا ردا على الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني. شكرا جزيلا لك أحمد سنجاب مراسلنا على الهواء مباشرة من بيروت. ولنا وقفة مع الأنباء العاجلة التي يعرض لها الزملاء جيش الاحتلال الإسرائيلي. إذن يعلن إصابة 11 عسكريا إسرائيليا ما بين ضابط وجندي خلال الساعات 24 المنقضية، وكنا قد تابعنا بالأمس الأنباء التي كانت قد أفادت بها فصائل فلسطينية من أنها تمكنت من نصب كمينين محكمين لقوة من قوة الاحتلال، وأنها استخدمت في ذلك حتى صواريخ F-6 التي جرى استهداف القطاع بها، لكنها لم تنفجر ضمن الإطار الذي تنظمه هذه الفصائل لإعادة استخدام الأسلحة الإسرائيلية غير المنفجرة أو التي لم يتم استخدامها. يبدو أن هذا الأمر سيكون مرتبطا بهذين الكمينين اللذين كان أحدهما في المغراقة، وفق ما تابعنا البيانات التي كانت بالأمس 11 عسكريا إسرائيليا يتم الإعلان عن إصابتهم خلال 24 ساعة في المعارك الدائرة في قطاع غزة، هذا فقط وفق المعلن إسرائيليا. فصل قصير نعود من بعده ونستكمل مع حضراتكم هذه الساعة. أهلا بكم من جديد. أكدت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقيها تقارير عن تعرض إحدى السفن لهجوم على بعد نحو 15 ميلا بحريا جنوب غربي عدن في اليمن. في بيانها أشارت الهيئة البريطانية إلى سماع دوي انفجارات وارتطام بالماء وتصاعد لدخان من البحر، مطالبة السفن كافة بتوخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه. يأتي هذا بالتزامن مع تنفيذ الحوثيين هجمات على السفن أثناء مرورها بالسواحل اليمنية أو بالبحر الأحمر بشكل عام. من عدن مراسلنا إياد الموسمي ينضم إلينا على الهواء مباشرة. إياد، هل تكشف التفاصيل حول ما أفادت به هيئة تأمين الملاحة البحرية البريطانية؟ أحمد، لا يوجد أي تفاصيل أخرى بعد هذا التقرير الذي أورده هيئة التجارة البحرية البريطانية، سوى إعلان جماعة الحوثيين أمس عن عملياتها في البحر الأحمر وخليج عدن. في الحقيقة أحمد، كان هناك خفض للتصعيد وهدوء نسبي شهدته منطقة البحر الأحمر وخليج عدن طوال العشرة الأيام الماضية. لا يوجد كان هناك أي عمليات وهجمات سواء للحوثيين أو اعتراضات للقوات الدولية المتواجدة في البحر. عاودت الجماعة في شن هجمات أمس، حيث أعلنت عن ثلاث عمليات. بحسب بيان ما يعرف بالمتحدث العسكري للجماعة أنه تم استهداف سفينة أمريكية وسفينة إسرائيلية بالإضافة إلى مدمرة أمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية عبر المركزية الأمريكية يعني تناسق التقرير الأمريكي مع رواية الحوثي بشأن استهداف سفينة ترفع العلم الأمريكي في خليج عدن. بحسب البيان الصادر عن القيادة المركزية الوسطى أنه لا يوجد أي ضحايا أو أضرار للسفينة التي تم استهدافها. كان هناك على متن السفينة أكثر من 18 بحارا أمريكيا بالإضافة إلى شخصين يونانيين. جميع أفراد الطاقم بأمان، عبرت السفينة وقادرت. لكن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت عن أنها أسقطت أربع مسيرات للجماعة فوق سماء مناطقهم قبل وصولها إلى المياه الدولية، بالإضافة إلى اعتراض صاروخ باليستي كان يستهدف سفينة أخرى. بمعنى أن هناك معاودة للهجمات وهناك اعتراضات من قبل القوات الدولية والأوروبية المتواجدة في البحر. إلى اللحظة لا يوجد أي ضحايا، لا
توجد هناك أي سفينة تعرضت للأضرار، رغم العمليات أو المشاورات التي كانت تجري برعاية المبعوث الخاص للأمم المتحدة بشأن خفض التصعيد في المنطقة العربية. كذلك كان هناك أنباء أن هناك أي مشاورات سرية إيرانية أمريكية أجرت في عمان بشأن خفض التصعيد في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن. إلى اللحظة عاودت الجماعة عشان هجماتها، وأيضا الولايات المتحدة تعترض بشكل كبير. لا نعرف إن كان هناك فشلت هذه الاتفاقات وهذه المشاورات التي أجريت على مدى 3 أيام أو على مدى أكثر من 3 أيام في مسقط. نحن ننتظر ونرصد الوضع عن كثب وبشكل مستمر. هناك أنباء عن هذه السفينة الأخرى التي أعلنت عنها الهيئة التجارة البحرية البريطانية قبل ساعات، لكن لا تفاصيل بشأن الحادث الآن. نحن ننتظر الرواية الحوثية ومن ثم الرواية الأمريكية بشأن هذه العمليات. إياد الموسمي مراسلنا على الهواء مباشرة من مدينة عدن جنوبي اليمن، أشكرك شكرا جزيلا. نبقى إذن مع هذه الأنباء العاجلة كما يعرض لها الزملاء، نقلا عن البيانات الصادرة عن جيش الاحتلال بأن 513 ضابطا وجنديا إسرائيليا أصيبوا في منذ بدء العدوان على قطاع غزة، كانت إصابتهم بجروح خطيرة، وأن 247 عسكريا لا يزالون يتلقون العلاج إثر إصابتهم في معارك غزة. حالة 24 إصابة منهم مصنفة باعتبارها حالات خطيرة، وأن 3300 أو أكثر قليلا من العسكريين الإسرائيليين جرى الإعلان عن إصابتهم منذ 7 أكتوبر، وأن نحو 1500 منهم أو أكثر قليلا كانت إصاباتهم قد بدأت مع بدء العملية العسكرية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة. دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي خلال لقائه وزير المالية البريطاني جيرمي هانت في كييف إلى ضرورة تشديد العقوبات على روسيا، فضلا عن توسيع الإجراءات التقييدية ضد موسكو. وفي بيانه أعرب زيلنسكي عن امتنانه لما وصفها بأكبر حزمة مساعدات دفاعية من المملكة المتحدة إلى أوكرانيا بقيمة بلغت نحو 625 مليون دولار أمريكي. من كييف هذه المرة ليس من أوديسا، عندما بدأت أنا قدمته باعتباره منضما إلينا من أوديسا جنوبا، هو انتقل من أوديسا إلى عمق العاصمة في كييف. غيث مناف ينضم إلينا الآن على الهواء مباشرة. غيث، أجدد الاعتذار، أنت في كييف وانتقلت إلى أحد أشهر ميادين العاصمة على ما يبدو كذلك، لكن الحديث عن الدعم الغربي لأوكرانيا هذه المرة يبدو كبيرا للغاية، لأن حزمة المساعدات التي أقرت من الولايات المتحدة ضخمة واستثنائية، من بريطانيا هي أيضا تبدو الأكبر كما يصفها زيلنسكي، ومن قبلها كان الرجل قد يعني بح صوته من فرط الحديث عن أن هناك تخاذلا غربيا في تقديم الدعم اللازم لأوكرانيا. زميلي أحمد، تحية طيبة لك. بالفعل بقيمة نصف مليار جنيه استرليني، هذا هو الدعم البريطاني لدى الجانب الأوكراني بعد أن بح صوت الرئيس الأوكراني بالفعل وهو يطالب المزيد من الدعم العسكري جراء تقدم القوات الروسية في المنطقة الجنوبية، المنطقة الشرقية، وهذا الشيء الذي لاحظناه نحن هنا فريق القاهرة الإخبارية في منطقة أوديسا، حيث تشهد الأعنف أيامها من جراء القصف المستمر بالصواريخ بعيدة المدى وأيضا بصواريخ S-400 التي يتم إطلاقها من قبل شبه جزيرة القرم صوب منطقة أوديسا وصوب المناطق الجنوبية الأوكرانية. هذا الشيء جاء بالتزامن مع حزمة المساعدات وزيارة وزير الخزانة البريطاني إلى العاصمة الأوكرانية كييف، حيث التقى بالرئيس الأوكراني. من خلاله الرئيس الأوكراني أشاد بالفعل بجور الحكومة البريطانية في تقديم الدعم اللوجستي والعسكري والاستخباراتي. بالإضافة إلى ذلك هو شكر الجانب البريطاني على حزمة المساعدات التي قدرت الآن بنصف مليار جنيه استرليني، وهذا هو أعلى قيمة مساعدات تم تقديمه إلى الجانب الأوكراني من قبل الحلفاء البريطانيين لهم. أيضا الرئيس الأوكراني شدد من خلال هذه الزيارة على زيادة العملية العقوبات على الجانب الروسي، من خلاله قال بأن في تلك الزيادات وتلك العقوبات التي تفرضها الدول الغربية وبريطانيا على الأراضي الروسية وعلى حكومة موسكو سوف تقلل من عمليات الاحتيال كما وصفها. أيضا قال
تعالى. طيب غيث، هناك نقطتان في واقع الأمر لو كان لديك المعلومات الكافية حولهما. النقطة الأولى كانت مرتبطة بالضجر أو الضيق الغربي من طريقة التعامل الأوكرانية مع الأسلحة، وأن هناك بين قوسين اتهامات ربما بالفساد لدى بعض المسؤولين العسكريين الذين كانوا يتعاملون على أسلحة أو مؤن حتى على مستوى الزي وخلاف ذلك. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، أين تتركز حصة المساعدات الغربية والبريطانية المقدمة لأوكرانيا ضمن منظومات دفاع جوي، ربما ضمن منظومات دفاعية؟ أي المسارات ستأخذها بشكل أكبر هذه المساعدات؟ زميلي أحمد، 1200 صاروخ سترام شادو، وهو صواريخ بريطانية تعتبر من أهم الصواريخ التي استخدمتها أوكرانيا في ضرب الأهداف في منطقة زاباروجا وأيضا مناطق أخرى في شبه جزيرة القرم. ونحن نستذكر بأن القوات الأوكرانية استخدمت هذا الصاروخ في ضرب الأسطول البحر الأسود أو مبنى الأسطول البحر الأسود التي ادعت من خلالها بمقتل قائد الأسطول البحر الأسود في ذاك الوقت. هذه الصواريخ 1200 بالإضافة إلى منظومات الدفاع الجوي وصواريخ منظومات الدفاع الجوي بالإضافة إلى ذخائر للدبابات وأيضا للسلاح المتوسط والثقيل في الداخل الأوكراني، تعتبر هذه حزمة كبيرة، وهذه الحزمة هي الأولى من نوعها التي تقدمها بريطانيا. بالإضافة إلى ذلك، يوم أمس الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت بأنها بالفعل قد سلمت الأراضي الأوكرانية وحكومة كييف مجموعة من صواريخ بعيدة المدى التي يصل مداها إلى 300 كيلومتر. نحن نتحدث عن صواريخ أرتماس والتي استخدمت بالفعل في شبه جزيرة القرم في استهداف أحدى القواعد العسكرية الروسية على حسب وصف المسؤول الغربي لدى أحدى الصحف الأمريكية. بالإضافة إلى ذلك، مصدرا للقاهرة الإخبارية أكد لنا بأن بالفعل القوات الأوكرانية الآن تجهز لخطة لاستهداف شبه جزيرة القرم بعد وصول الدفعة الثانية من صواريخ بعيدة المدى. إذن أوكرانيا الآن تعيش بنعيم جراء الوصول الكبير للمساعدات الأمريكية والمساعدات البريطانية. هي تعول أيضا على المساعدات الأوروبية، ولكن قيمة المساعدات الأوروبية هي أقل بكثير ما تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية وما تقدمه بريطانيا بشكل عام نحو تلك المعارك. لم يشر غيث عن أي مآخذ مرتبطة بهواجس أوروبية أو غربية حول طريقة التعامل لبعض المسؤولين الأوكرانيين لهذه المساعدات والمنح الغربية. أحمد، نحن نعلم جيدا بأن الآن هو انتخابات في الاتحاد الأوروبي، وهناك حزبين، حزب يساري وحزب يميني. الأحزاب التي هي ترفض المعارضة الموجودة الآن وهي التي الآن تتمسك تلك السلطة في البرلمان القادم الأوروبي، هذا الشيء الذي يتوقعه الغرب، وهو الذي أيضا هو الذي يضمر من اتجاه ما تقوم به أوكرانيا من حيث طلباتها الملحة في دخولها ضمن الاتحاد الأوروبي، وأيضا طلباتها في تقديم المساعدات الغربية. وأيضا هم أغلب تلك الأحزاب هم يحاولون الآن التوجه نحو المسار السلمي وأيضا فض هذه المعارك التي تجري ما بين الطرفين من خلال جلوسه على طاولة المفاوضات، وهذا الشيء الذي ترفضه أوكرانيا. ونحن لا ننسى أيضا بأن الرئيس الأوكراني أصبح رسميا الآن في الدستور الأوكراني هو خارج إطار الرئاسة الأوكرانية، كون أن حكومته انتهت بالفعل، وهو الآن يعول على النظام الأحكام العرفية الذي يجري من خلاله، وأيضا زياراته وعلاقاته مع الغرب. نعم. ومن خلاله يحاول التمسك بهذه السلطة لأكثر وقت ممكن لحين انتهاء هذه المعارك أو هذا الحرب. نعم. أو ما يسميه بها العملية العسكرية في الجانب الروسي. نعم. غيث مناف، مراسلنا من العاصمة الأوكرانية كييف، أشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا على الهواء مباشرة. أكد الكرملين أن واشنطن متورطة بشكل مباشر في الصراع الأوكراني، مشيرا إلى أن هذا لن يغير نتيجة ما تسميها روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا. أضاف الكرملين أن إمداد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى سيخلق المزيد من المشاكل لكييف ولن يغير نتيجة الحرب، مؤكدا أن روسيا ستحقق كل أهدافها. أشار الكرملين إلى أن الولايات المتحدة شحنت سرا خلال الأسابيع الماضية صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا، والتي استخدمتها بدورها أوكرانيا مرتين حتى الآن. هذه المرة من موسكو حسين مشيك سيكون معنا على الهواء مباشرة. حسين، روسيا الآن تتعامل مع واقع أن العطاءات الغربية والأمريكية المقدمة لأوكرانيا باتت سخية وتلبي على الأقل الحد الأدنى الذي تحتاجه أوكرانيا، كيف ستتعامل روسيا مع هذا الواقع ميدانياً؟
نعم أحمد، بالفعل روسيا ترى بأن مثل هذه المساعدات التي قدمتها واشنطن والتي ستقدمها أيضا خلال الفترة المقبلة جميعها تطيل أمد الصراع، وأيضا جميعها هي رسائل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية إلى روسيا بأن الصراع وحرب الاستنزاف ضد روسيا لا زال جاري على أرض الواقع، وأن أي حديث عن مفاوضات ليس في الوقت الحالي. روسيا تؤكد على أنها مستمرة ومواصلة في العملية العسكرية. أيضا الحديث الروسي يدور حول توسيع المنطقة العازلة في الأراضي الأوكرانية، وهنا أيضا هي تلميح من قبل القيادة الروسية على السيطرة الروسية على مدن أوكرانية إضافية. الآن الحديث بدأ في الداخل الروسي أحمد عن أنه في المستقبل لن تكون هناك دولة اسمها أوكرانيا، لربما يتم تقسيم أوكرانيا بين دولة غربية وشرقية، أي أن الغرب الأوكراني يذهب إلى الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، والشرق الأوكراني والأجزاء المتبقية من أوكرانيا تكون ضمن السيطرة الروسية أو ضمن الأجزاء الروسية. هكذا الحديث بدأ يخرج للتو هنا للعلن في الأراضي الروسية. جميع المحللين الروس وترجمتهم وقراءتهم السياسية لما يجري على أرض الواقع من تقدم للجيش الروسي وأيضا من مساعدات عسكرية أمريكية إلى القوات الأوكرانية تشير إلى أن روسيا ستواصل العملية العسكرية حتى تسيطر على أوكرانيا بشكل شبه كامل. فالغرب الأوكراني روسيا في وقت سابق كنا قد ذكرنا بأن روسيا لا تريده نتيجة أنه يفتقر إلى جميع الموارد الطبيعية وأيضا الموارد التي يمكنها أن تساعد أي دولة. روسيا تريد فقط الأجزاء أو الأراضي التي تعتبرها على أنها أراضي روسية تاريخيا، وخصوصا منطقة خاركوف وأديسا بالإضافة إلى منطقة الدنباس، ولربما أيضا يتقدم الجيش الروسي إلى العاصمة الأوكرانية كييف، حيث أن طيب حسين في هذه النقطة إن لم يكن الأمر تلويحا أو تهديدا روسيا، ما الحدود التي يمكن أن تتصورها روسيا داخل أوكرانيا وتقتنع بها؟ لأن حدود المنطقة العازلة تختلف عن حدود المنطقة التي تحظى بأغلبية من المواطنين الروس تاريخيا عن أوكرانيا بأكملها التي تتعامل روسيا باعتبارها كانت جزءا من التراب الوطني السوفيتي القديم. ما الحدود الواقعية التي تريدها روسيا كما تقول؟ أحمد، بالنسبة للحدود التي تريدها روسيا فبطبيعة الحال روسيا تريد خاركوف وأديسا، تريد عزل أوكرانيا عن البحر الأسود ومنع أوكرانيا وحرمها من المنفذ البحري أيضا إلى منطقة خاركوف، حيث تعتبر خاركوف بأنها سلة الصناعة لأوكرانيا، إضافة إلى منطقة الدنباس التي هي أصلا أصبحت ضمن الأراضي الروسية، وهذه المنطقة التي تعتبر سلة الغذاء للدولة الأوكرانية. أما الخطوات الغربية وإن كانت من خلال تسليم صواريخ بعيدة المدى، لربما هذه الخطوة تفتح الشهية الروسية على التقدم أكثر نحو دول ومدن لم تكن في الحسبان الروسي خلال الفترة الماضية. يجب أن ننوه إلى ما صرح به رئيس بيلاروسيا منذ قليل ألكسندر لوكاشينكا، ولوكاشينكا الذي يعتبر الحليف الأول والأساسي للرئيس فلاديمير بوتين، وأيضا بيلاروسيا وروسيا أحمد يعتبران من ضمن دولة الاتحاد. لوكاشينكا تحدث عن أنه في الوقت الحالي يمكن الحديث عن المفاوضات، وأن أي إمكانية للمفاوضات يمكن أن تنجح حاليا، لكنها في حال تم المماطلة في هذه المفاوضات من قبل واشنطن فلربما أوكرانيا لن تكون دولة على الخريطة في المستقبل، وهذا تحذير خطير من قبل لوكاشينكا، ولربما هو رسالة مباشرة من قبل لوكاشينكا إلى الولايات المتحدة الأمريكية عن دعوة روسيا للولايات المتحدة قبل الانتخابات الأمريكية للجلوس على الطاولة والمفاوضات، لأن روسيا تعلم جيدا في حال تبدلت الإدارة الأمريكية وأتى الرئيس ترامب إلى الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية، فعندها روسيا لربما ستأخذ أكثر مما كانت تطمح إليه خلال الفترة الماضية، وخاصة في حكم الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن. لذلك التقدم الروسي سيكون واضح خلال الفترة المقبلة، وعلى الأغلب هذا التقدم سيكون في منطقة الدنباس. الحديث من قبل الجانب الروسي وأيضا المعلومات المتوفرة من الميدان أحمد تشير إلى أن منطقة الدنباس لربما تكون بشكل شبه كامل تحت السيطرة الروسية خلال الأشهر القليلة المقبلة. وفق البيانات الرسمية الروسية فإن أجزاء كبيرة من حوض الدنباس باتت تحت السيطرة الروسية. سنتابع مزيد من التفاصيل بالطبع معك ومع الزملاء في أوكرانيا. حسين مشيت مراسلنا على الهواء مباشرة من موسكو، أشكرك شكرا جزيلا. تستمع المحكمة العليا الأمريكية اليوم إلى دفاع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن تمتعه بالحصانة من الملاحقة الجنائية
في محاولته إلغاء الخسارة التي مني بها في انتخابات عام 2020. قالت المحكمة العليا إنها ستنظر في مسألة ما إذا كان ترامب يتمتع بالحصانة الرئاسية من الملاحقة الجنائية بسبب سلوك يزعم أنه ينطوي على أعمال رسمية خلال فترة ولايته، وما إذا كان الأمر كذلك إلى أي مدى. رامي جبر مراسلنا أعد لنا هذا التقرير من العاصمة الأمريكية واشنطن. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على موعد مع محاكمة جديدة، ولكن هذه المحاكمة هذه المرة تختلف عن جميع المحاكمات السابقة. إنها جلسة أمام المحكمة الأمريكية العليا، حيث تنظر المحكمة الأمريكية العليا اليوم مسألة الحصانة الرئاسية، هذا الطلب الذي تقدم به الرئيس السابق دونالد ترامب إلى المحكمة العليا للبت في حصانته الرئاسية ضد التقاضي وضد الملاحقة القضائية. اليوم تستمع المحكمة العليا الأمريكية لهيئة الدفاع عن الرئيس السابق دونالد ترامب، والتي تطالب بحصانته الرئاسية، وهل بالفعل لدى ترامب حصانة رئاسية ضد التقاضي والملاحقة القضائية والتحقيقات أم لا؟ هذا ما ستبت فيه المحكمة العليا الأمريكية، وإذا ما بتت فيه المحكمة الأمريكية العليا سيكون ذلك بمثابة طوق النجاة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أي أنني أقصد إنها إذا بتت فيه بالقبول، أي أنها حكمت بحصانته القضائية أو حصانته الرئاسية ضد التقاضي، فإن هذا سوف ينتشل الرئيس السابق دونالد ترامب من كل القضايا التي يحاكم الآن فيها ومن كل المحاكم التي يمثل أمامها، وسيكون طريقه إلى البيت الأبيض ممهدا خاليا من كل الأشواك بالطبع قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل. الرئيس السابق دونالد ترامب ينتظر أن تبت المحكمة العليا في هذه القضية، قضية الحصانة الرئاسية، والتي يمكن من خلال البت فيها بالإيجاب أن يكون ذلك بمثابة إنقاذ للرئيس السابق دونالد ترامب. كان هذا تقرير رامي جبر مراسلنا من العاصمة الأمريكية واشنطن، أشكره وأشكر زملائنا المراسلين الذين كانوا معنا على مدار هذه الساعة وقدموا صورة وافية حيث هم، أشكرهم ونشكر حضراتكم على طيب المتابعة. داليا أبو عمير ستكون معكم بعد دقائق بحول الله.